المؤتمر العالمي لرابطة السكر الدولية ينظم مرة كل سنتين، وفي 2017 تم التنظيم في أبو ظبي، ويعتبر المؤتمر هذا الرقم 24. معهد دسمان للسكري دائما يحرص على المشاركة في هذا المؤتمر، وهي المشاركة الخامسة للمعهد في هالمؤتمر. السنة هذه شارك المعهد بخمس محاضرات علمية وفوق 30 بوستر علمي بحضور أكثر من 10,000 مشارك من كل مكان في العالم. نحرص دائما على المشاركة، وإحنا سعيدين في أننا موجودين اليوم هنا، وإن شاء الله نكون دائما موجودين في هالمؤتمر المهم في المستقبل.